أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. بعد دخول السلالة الهندية، وزارة الصحة تقوم بهذا الإجراء في الصيدليات. أكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين بالصيدليات بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فتح يونيو 2021. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار الرعاية الصحية التي تسار عليها وزارة الصحة والتي تتمثل في توفير الخدمات الصحية الضرورية وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الكفيلة بتقديم العلاجات المناسبة للمرضى، فإن وزارة الصحة تؤكد إعادة توفير وبالكمية الكافية الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي الكلوروكين والهيدروكسيد كلوروكين بالصيدليات، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021.